جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يأثم المصلي إذا ترك المار بين يديه دون أن يرد، وذلك في المسجد النبوي؟ إذا ترك المار يمر بين يديه في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام أو في المساجد المزدحمة كالجوامع الكبار فهذا للضرورة، لأنه لا بد للناس من المرور في هذه المواطن، ولا يستطيع الإنسان أن يمنع الناس. أما إذا كان في مكان ليس فيه زحام فإنه يمنع المار بين يديه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبى فله أن يقاتله، يعني له أن يدفعه بشدة، قال صلى الله عليه وسلم لأن معه القرين أي الشيطان، فيجب عليه أن يمنع المار بين يديه إذا تمكن من ذلك والمكان ليس فيه ضرورة زحام وضرورة مرور. نعم.